أول حاجة الحمد لله اليوم فما 18 راجل معناها سيرتيرا بالجرحى بالرجلة اليوم جبنا 3 بوان الحمد لله إن شاء الله نكملوا معناها في النسق هذا خاطر كل نقطة توا بحسابها وبالحق معناها توجعنا برشا معناها في الماتشات اللي فاتوا اليوم الاولاد تبارك الله عليهم معناها مش كان عليه معناها الناس الكل معناها قاموا بالواجب نتاعهم واكثر من الواجب نشكرهم على الاداء هذا وان شاء الله معناها في الماتشات الجايين نكونوا خير من هكا معناها الحمد لله. بالنسبه لي الماتشات الكل كيف كيف معناها ماتش كبير ماتش صغير معناها لازم نعطي افون معناها باش نعاون اصحابي باللي نقدر سي فري ماتشات اللي فاتوا معناها ما كانوش معناها في المستوى اليوم الحمد لله اليوم ظهرنا معناها برشا رجله برشا جرحى ان شاء الله ربي معنا وكا